وفي سابقة جديدة وربما تكون غريبة، وزارة الشباب والرياضة تمنع موظفيها من التصريح لوسائل الإعلام بشأن المواضيع المتعلقة باتحاد الكرة. نتابع. اولا هو مقرر، هو كتاب صدر من عندنا، المفروض يصدر توجيه شفوي في هذا الموضوع حتى لا يتداول بوسائل الاعلام. انا اعتقد هي هاي القضيه، يعني عندما يتحدث كم واحد بالوزاره دا يتحدث في هذا الموضوع، هم اشخاص معدودين وانا من ضمنهم اللي اتحدث في موضوع الاتحاد. احنا حتى لست شخصا الامور انه الوزاره في مجال معين بجانب مثلا جهه معينه ضد جهه اخرى. حتى اولا الاخوان ايضا في الاتحاد ياخذون حريتهم في التصرف اللي ممكن ان يضمن ان تاتي كل الامور بشكل جيد، لانه حتى الاستقاله اللي صارت هي استقاله انا اعتقدها بها نوع من انواع، يعني يصير بها مو استقاله عاديه، استقاله استثنائيه. الغريب انه الكتاب يعني لقى رفض من الموظفين نفسهم بالوزاره، وإذا تريد أعد لك أسماء حتى هم إعلاميين ووصفوها بأنه بهذا، يعني مع جل الاحترام أنه عادة هذا الأسلوب النظام السابق. عوف هذا ما النظام السابق وهذا اللي يحكي بيه هذا بس بعقل أنا أعتقد العقل الباطن اللي يشتغل مالته. أولا هو هذا لعملية تنظيم لحالة مؤقتة وليست عملية تنظيم لحالة مستقبلية.